الأول من صفر من عام 61 للهجرة كان موعد دخول السبايا من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، حيث بعث ابن زياد رسولا إلى يزيد يخبره بقتل الإمام الحسين وأن عياله في الكوفة وينتظر أمره فيهم، فعاد الجواب بحملهم والرؤوس معهم إلى الشام. وخلال المسير إلى دمشق حصلت معهم حوادث تظهر الكرامات والمعجزات لأصحاب هذا البيت النبوي الكريم، منها ما رواه الشيخ عباس القمي رحمه الله من أنه لما جيء برأس الحسين عليه السلام مع السبايا ووصلوا إلى مكان في منطقة حلب، وضعوا الرأس الشريف على صخرة حيث سقطت هناك منه قطرة دم، فكانت تغلي كل سنة يوم عاشوراء ويجتمع الناس حولها فيقيمون المآتم على الإمام الحسين ويكثر العويل والبكاء والعزاء، وبقي الرأس الشريف مرافقا لموكب النساء والأطفال حتى وصل بهم الرحال إلى الشام، وكأنه العين الساهرة على أمنهم وأمانهم، وكانت عيون العقيلة معلقة به كروحها. وحين دخل السبايا إلى الشام صار الناس يحدقون النظر بنساء أهل البيت، فأمرت السيدة زينب بأن يقدم الرأس الشريف كي ينشغل الناس بالنظر إليه بدلا من النظر إلى حرمات بنات رسول الله، ثم وضع الرأس في زاوية من زوايا المسجد الكبير، وصار المكان بعدها مزارا لأتباع أهل البيت عليهم السلام. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. أصبحنا الآن في زاوية من زوايا المسجد الأموي، في أي جهة نحن من المسجد؟ ويعني ما أهمية هذا المكان وما خصوصيته وما هي الأقسام المؤلفة فيه؟ نعم، طبعا نحن الآن في الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد، نحن في مشهد سيدنا علي بن أبي طالب. هذا المشهد مخصص لمقام سيدنا الحسين رضي الله عنه والإمام زين العابدين. طبعا كان الإمام زين العابدين يجلس في هذا المكان ويبكي كثيرا، وكان هذا هو محرابه للتعبد، يعني هذا للتعبد. نعم، كان يتعبد الله ويبكي كثيرا، وهذا هو المحراب الذي كان يصلي فيه رضي الله عنه. بالنسبة لرأس الحسين، رأس الحسين موجود في الجهة الجنوبية من هذا المكان. تمام. متى أشيد يعني هذا المكان؟ أشيد سنة 705 ميلادي مع بناء المسجد. طيب، وبالنسبة لرأس الحسين متى جاء به إلى هنا؟ جاء به عندما قتل في كربلاء وأتي بالرأس بعهد يزيد بن معاوية 61 للهجرة يعني. نعم. تقريبا. نعم نعم نعم. تفضل. يعني في هذه المحطة هنا ربما رأس الحسين أصبح ربما مقصد للزوار. نعم. حدثنا أكثر عن هذا المكان. نعم، طبعا أتي بالرأس من كربلاء إلى هذا المكان وأمر بدفن الرأس في هذا المكان، أصبح مقاما يزوره كل الزائرين القاصدين لهذا المكان من كل حدب وصوب من أصقاع العالم. قريب جدا من مشهد رأس الحسين نجد هذه القبة التي اسمها قبة زين العابدين. صعد زين العابدين عليه السلام وألقى خطبته التي يقول فيها: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن كذا، أنا ابن كذا، أنا ابن كذا،
الناس كانوا متوهمين أن هذا خارجي خرج على يزيد فقتل أهله، ولم يكن يعرف أن هذا زين العابدين ابن الحسين، وأن المقتول هو الحسين بن علي الذي جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصار الناس يبكون، وانقلب الناس ضد يزيد بشكل مقتوه. فماذا يفعل يزيد لامتصاص هذه النقمة؟ حول السبايا الذي كان واضعهم في خربة بيت خربان عند باب الفراديس حيث استشهدت ابنة الحسين عليه السلام رقية بنت الحسين في هذا المكان، نقلهم إلى بيته يعني إلى قصر يزيد. فصار يصلي زين العابدين في قصر يزيد، يأكل في قصر يزيد، واستقبلت زوجة يزيد هند السبايا بالفرح وأعطتهم الألبسة وهيأت لهم الحمام واستقبلتهم بكل الضيافة وبكل الأشياء، لأن هي تعرفهم سابقا ليسوا مجهولين بالنسبة لها يعني. نعم، ثم قال أحد أتباعنا وموالينا استطاع أن يحصل على الرأس الشريف وأرجعه إلى الجسد المبارك في كربلاء. مر الركب الحسيني في مسيره من كربلاء إلى الشام بعدد كبير من المناطق، أصبحت شاهداً على مظلومية أهل البيت وأمست مزارات للتبرك والعبادة.